مستمرين معاكم كل مشاهدينا ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان وجمهور النادي الاهلي العظيم، اجواء وكواليس خاصه للسوبر الافريقي، الاهلي ورجاء المغربي ان شاء الله باذن الله كل التمنيات وكل التوفيق لفريق النادي الاهلي. قدرنا ان احنا نرفع الكاس في البطوله الماضيه وان شاء الله باذن الله باصرار اللاعبين الرجاله وبجمهور النادي الاهلي اللي عندنا امل كبير جدا يملا استاد احمد بن علي يستقبل هذه المباراه. لكن كل الامور دي بقى الحقيقه هنتكلم معاه مع واحد من النجوم، واحد من كباتن النادي الاهلي، صاحب الروح الكبيره والاصرار الكبير، كابتن رامي ربيعه، كابتن فريق النادي الاهلي. كابتن رامي برحب بيك في البدايه، والاجواء السوبر مش بعيده علينا، ويمكن احنا حضرنا نفس الاجواء، يمكن انا كمان كان ليا الشرف كنت متواجد معاكم في السوبر الاخير. الاجواء شايفها ازاي؟ التحضيرات شايفها ازاي؟ حطينا كده في الاجواء كابتن رامي، ومتفائل وشايف الامور ازاي الفتره دي؟ انا هبدا من ناحيه الجمهور طبعا، يعني اتمنى الجمهور يبقى مالي الاستاد ده، بيدي النادي الاهلي دفعه قويه جدا، مش متخيل الحماسه والروح اللي بنلعب بيها لما بنلاقي الجمهور. يعني حتى شفنا الجمهور في مباراه منتخب مصر عملوا مباريات كويسه بصراحه، ويعني تمنى لهم الخير كلنا، وان شاء الله يكملوا على كده باذن الله وربنا يكرمهم. نقفل صفحة المنتخب طبعا، نركز مع النادي ان شاء الله، نحاول نضغط نفسنا عشان نفرح الجمهور، لان ده الضربة الواحدة بالنسبة لنا ماتش السوبر ده. يعني انا من 2009 2010 في النادي الاهلي، يعني مر علينا ماتشات كتيرة، بس دايما ماتشات السوبر دي اللي بيخطف بيكسب، يعني زي ما بيقول لك كده اخطف واجري. فهي ماتشات بتبقى حساسة شوية وبتبقى ضغطة على اللعيبة اكتر. يعني كنت بفتكر زمان لما اللعيبه بتتجمع او بنقعد مع بعض ايام جيل ابو تريكه، طبعا كابتن ابو تريكه وكابتن وائل جمعه وكابتن محمد بركات، كان يقول لك الماتشات دي اللي يركز فيها من اول دقيقه ويبقى داخل الماتش بتركيز 100%، مش مركز في حاجه غير انه يجيب اول هدف، ده اللي بينجح. يعني فاحنا لازم ده يبقى تفكيرنا، ولازم يبقى ده اصرارنا، ولازم نفرح جمهورنا، ولازم نفرح نفسينا، ان ده بالنسبه لنا هتبقى بدايه موسم جديده، لازم يبقى بدايه بطوله مهمه جدا هتفرق معانا وهتفرق مع كل واحد في الفرقه، فدي هتفرق معانا جدا. ويعني اتمنى التوفيق للفرقه، كلنا بنلعب تحت اسم النادي الاهلي، مش فارق مين بيلعب ومين بره. ده اللي منجحها النادي الاهلي او منجحها الروح النادي الاهلي من زمان، اتعلمنا كلنا واحنا طالعين من الناشئين. يعني انا طالع من الناشئين، انا بلعب في النادي الاهلي من وانا عندي كام سنه، من انا عندي 9 سنين، فمتعلمين واحنا صغرنا ان مش فارق انت اللي بيكسب البطوله، النادي الاهلي الاسامي كلها بتتغير والمنظومه، هو النادي الاهلي انت بتشتغل عشان خاطر النادي الاهلي. فده اللي احنا متعلمين فيه من واحنا صغيرين وكبرنا عليه، ويعني لما طلعت الدرجه الاولى بداوا ياخدوني في السكه دي، فخلاص بقيت انت قلبك مع النادي الاهلي، يعني بتبقى مش شايف غير ان الماتش ان لازم نكسب، مش فارق مين، مش فارق مين يلعب مين يقعد. فاحنا بصراحه مركزين جدا زي ما قلت لك، ان مباراه الفرصه الواحده لازم تبقى مركز لها، وان شاء الله خير باذن الله. ان شاء الله ما يميز النادي الاهلي القائد، لكن احنا عندنا اكتر من قائد الحقيقه، عندنا ربيع، وليد سليمان، السوليه، كل مش عايز ايمن اشرف، الشناوي، لكن انا هخص تحديدا السوليه. يمكن السوليه شاره الكابتن شفناها عليه في المنتخب، الحقيقه هو عنده اصرار كبير وعنده روح كبير جدا 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 جدا، وبانت عليه بشكل كبير جدا. اما بيبقى عندنا اكتر من قائد رامي في فريق زي النادي الاهلي ده، ده مردوده ايه على اللعيبه ومردوده ايه على البطوله؟ ده ينجح الفرقه، انت عندك كذا قائد، عندك كذا فكر، عندك كلنا بنساعد بعض، ده معنى ان مفيش واحد ليه كلمه، يعني كلنا بنناقش بعض، كلنا بنوصل المعلومه لبعض، كلنا مش شرط اللي انت قلتهم، في لعيبه تانية يعني انت ما ذكرتهمش. هو انا شايف كهربا مركز قوي معانا، فيا ريت ده اهو قائد، مش هقول بقى على الميعاد بقى، هتجوز انا وانت في يوم واحد. هتجوز امتى؟ هيتجوز قريب هو. الف ده انا اولع له بفرح انا وهو في يوم واحد. لا فانت زي ما شايف الروح ما بيننا، يعني احنا بجد مش بنمثل، بس احنا فعلا الروح ما بيننا كويسه جدا. مفيش فرق بين قائد ولا حد، يعني لما بنقعد اجتماع كلنا ما بيننا وبين بعضينا، اللي بيبقى عايز يقول حاجه بيقولها من قلبه، لان هو شايف مصلحه الفرقه فين. هو ممكن يبقى ليه وجهه نظر محدش شايفها، فهو ممكن يوصل لنا حاجه احنا يعني مش شايفينها، او فدي حاجه تنجح النادي الاهلي. زي ما قلنا في الاول وفي الاخر مصلحه الاهلي هي اللي فوق اي حاجه، مصلحه الاهلي طالما ماشيه الجمهور هتلاقيه سبورت ليك، هتلاقي انت كمان مبسوط وبتلعب وانت مبسوط، فكل ده في مصلحتك لما تفرح الجمهور، كل ده في مصلحتك برده. فانا شايف ان السولية بصراحه يعني اظهر بطولة، يعني ما شاء الله خد عليه، يعني خد احسن لاعب في مباراتين، يعني ما شاء الله ما شاء الله، وعنده قوة تركيز ان هو ضربة الجزاء اللي جت، يعني
برضو حساسة جدا وفي توقيت صعب فكل ده يعني ربنا كافئه ان هو خد احسن لاعب في مباراتين. بس هي سوء حظ الكرة، هي الكرة كده يعني، الكرة عمر انا بالنسبة لي الكرة زي الحياة ما بتديش كل حاجة، يعني اكبر مثال للحياة هي الكرة، يعني يوم ما تبقى في احسن حالاتك لازم يجي لك دروب تقع، بس الراجل واللي مسؤول قوي يقدر يرجع تاني للتراك اللي هو كان ماشي فيه. فنتمنى الخير وخلاص دي صفحه واتقفلت بالنسبه للسولية. ويعني هو طبعا يعني انت زي ما شايف كلنا ما فيش حد معصوم من الخطا، كلنا بنغلط وكلنا وقعنا في المشاكل دي، وانا وقعت في المشاكل دي قبل كده، وكل الناس وقعت في الغلط ده طبيعي. فخلاص بقى يعني بنعدي وبنركز، لو كسبت ماتش السوبر هتلاقي الناس برضو بتتكلم عنه كويس، وهو راجل عمل موسم وعمل مواسم مش موسم اكثر من رائع. فنتمنى التوفيق لينا، وان احنا جروب زي ما انت شايف مع بعض كلنا، اللي شايف حاجه غلط بيقولها واللي شايف حاجه صح بناكد عليها. فاتمنى التوفيق واتمنى ان احنا نفرح الجمهور الاهلي ان شاء الله. كابتن رامي، احنا استغلينا الفتره اللي فاتت بمباراتين وديتين مميزين جدا، طبعا الاولى طلع الجيش والثانيه سموحه، بعيدا عن النتيجه لكن فيها استفادات فنيه، الوقوف على حاله اللعيبه لان المنافس قوي وعنده مردود جماهيري قوي جدا، هو مباراه الرجاء، فيمكن اكيد كانت استعدادات قويه جدا. الاستفاده كانت ايه من المباراه دي من وجهه نظرك كابتن رامي؟ زي ما انت قلت يعني مباراه الرجاء يعني فرقه محترمه جدا، فريق شرس ما شاء الله عليهم، جمهورهم برضو يعني خلي بالك دايما بتحس ان الرجاء والاهلي جمهورهم متفاهم مع بعض، ما فيش مشاكل ما فيش اي حاجه، بس هي فعلا فرقه محترمه. الاستعدادات اللي احنا عملناها يعني كان ماتش طلائع الجيش وماتش سموحه قريبين شويه من الشكل الرجاء، لان هم ساعات بيقفلوا ساعات بيهاجموا، فانت قابلت فرقتين، فرقه بتقفل وفرقه بتهاجمك، فانت بتحاول توقف اللعيبه كلها بنفس الفيتنس او بنفس كان وجهه نظر المدرب بيتسو موسيماني طبعا، ان هو يوصل اللعيبه كلها بره واللي جوه ان هو يبقى داخل في فيتنس الماتشات. فطبعا حاجه تحسب له ان هو يقربنا كلنا من بعض بحيث ان احنا نبقى زي اللعيبه اللي كانت في المنتخب، فنبقى ماشيين كلنا على رتم واحد ونبدا التمرين كلنا مع بعض ان شاء الله في قطر. فهي يعني مباراتين استفدنا منهم كتير، وكان الشكل برده في الاول بطلاء الجيش ما كانش فيه انسجام قوي بالنسبه للعيبه، لان في لعيبه كتير قوي ما بتلعبش مع بعض بقى لها فتره. ماتش سموحه كان الاداء احسن وكان اللعب اقوى وكان الهجوم بقى احسن، فانت طبيعي انك اللعيبه لازم تتجانس مع بعض وتلعب مع بعض فتره كبيره، فده كان مهم لينا وهو حقق لنا التجانس مع بعض ده. نفس الكواليس ونفس الاجواء ونفس وجود الكابتن محمود الخطيب كرئيس البعثه طبعا مع النادي الاهلي، اب الكل الاهلاويه ورمز الكل الاهلاويه، ليها رساله وليها مردود كبير، ويمكن حضرناها رامي يمكن المباراه الاولى، بتشوف الاجواء دي بتتكرر تاني؟ مديانا تفاؤل ان شاء الله رامي المباراه دي. طبعا قبل ما اقول اي حاجه على كابتن محمود الخطيب ببارك له طبعا هو ومجلس الاداره، وطبعا يسعدنا ان احنا نبقى معاهم تاني، مجلس محترم مبروك ليهم ومبروك علينا ان احنا موجود معانا مجلس محترم. فطبعا وجوده بيفرق معانا، يعني حتى وجوده اول ما بيدخل الطياره انت زي ما بتاخد بالك بيجي يسلم على الاستاف كله باللعيبه بكله، يعني كلنا واحد، فدي حاجه بتدينا دفعه ان انت قريب من اللعيبه حاسس باللعيبه، وخصوصا هو ادرى واقوى واحد عارف ان منتاليتي اللعيب بيفكر ازاي هيبقى حساس ازاي، فهو بيقرب من اللعيبه قوي قوي قوي. دي حاجه تحسب له، وهو الراجل يعني ما سبناش لحظه بطوله افريقيا السنه اللي فاتت بصراحه، زي ما انت كنت بتشوف في اي ماتشات بيبقى موجود معانا بيبقى سبورت لينا دايما. وطبعا اتمنى له طبعا التوفيق، واتمنى لفرقتي كلها التوفيق، ونبقى كلنا راجعين مبسوطين ونفرح جمهور النادي الاهلي ان شاء الله. كلمه اخيره لكل الجمهور، اتحرمنا منه في الفقاعه المره اللي فاتت، لكن المره دي ان شاء الله بقى بنتمنى ان يكون الاستاد احمد بالعالي لسام المباراه كامل بجمهور النادي الاهلي. كابتن رامي ربيع كابتن فريق النادي الاهلي، تقول لكل الجمهور اللي ان شاء الله يكون هو صاحب البصمه صاحب السعادة ان شاء الله زي ما لعيبه النادي الاهلي معاهم. يعني الجمهور ده بصراحه جمهور الاهلي احسن جمهور شفته في حياتي، يعني عمري ما انسى مباراه السوبر مع الزمالك كسبناها 2-1 3-1 بجون الاخير لطعمهم من زكريا، يعني ربنا يكرمه ان شاء الله ويبقى معانا دايما كده. كان جمهور برضو الزمالك يعني كان في حماسه في المباراه، بالنسبه لي كانت دي احسن مباراه، فاتمنى وجودهم طبعا سبورت لينا دايما ودايما جنبنا، واحنا بنوعدكم ان احنا دايما في ظهركم زي ما انتم في ظهرنا دايما، ودعواتكم ان شاء الله ونرجع بالسوبر كلنا ونبقى مبسوطين باذن الله.
ان شاء الله حبيبي، ربنا يخليك. نشكر اكيد كابتن الكبير وكابتن فريق النادي الاهلي كابتن رامي ربيع على هذه التصريحات، وان شاء الله باذن الله ثقتنا كبيره وعندنا امل كبير جدا في لعيبتنا في جمهورنا ان شاء الله باذن الله يوم 22 ترفع كاس البطوله على ايد النادي الاهلي الشناوي السليه ايمن وليد ربيع كل ان شاء الله كباتن النادي الاهلي يكونوا في لقطه كبيره، وتكرر اللقطه الشهيره من وليد سليمان بان كل اللعيبه تلبس الكابتن محمود الخطيب كل الميداليات زي ما شفناها في لقطه اكثر من رائعه، ان شاء الله باذن الله تكرر هذه اللقطه في حضور جمهور النادي الاهلي العظيم.